بالطواب طبقه ونحيدوا طارق الشنبير. الانسان لما كيبقى يخدم بالمنشا تيضرب السلطه به هنا هنا تضرب على بالشويه وتهبط بالمنشا. السلام عليكم، عشرة مبروكة للجامع المغاربة. بالنسبة للعيد على الطريقة كيفاش قلتي تيخضر اللحم وتيتأكسد، يعني راه العدو ديالو الأول هو الماء، وزيادة على هادشي تقدروا نهضروا على الماء، يعني حتى الجو اللي تنشاهدوا هاد الثلاث أيام هادي الأخرانية هادي راه واحد الجو اللي يعني كرفسنا حتى حنايا حتى حنا اللي كزار الناس كرفسنا معاه. يعني اللي تنصح أي مواطن يعني يحاول الا ذبحو ما يخليهش يبات، إلا ما عندوش ثلاجة ولا ما عندوش كونجيلاتور فين غادي يكون باش يبقى محفوظ، يعني ما من الاحسن في العشيه يزرب عليه. وعاد المشكل الثاني راه هو الماء. الماء قبل ما تقدر تغسلو بالماء ديرو في الثلاجه وغادي يخرج فيه لون في الشكل، ما يبقاش فيه لون اللحم كاع، حيت اللحم مع الماء ما تيتلاقاش مره. يعني بحال شي صوطه بحال كدير شي سيركو الا لقيت الاحمر مع الكحل غاتفرقع البواطه حالك وكشي طراز. يعني مع الماء، يعني الماء الانسان خصو يتفادى ما يلاقيش مع اللحم بصفه نهائيه. وزيادة على هادشي اللي تنأكد عليه وتنعاود هو الإنسان ما يخلي اللي ما عندوش ثلاجة ما يخلي السقيطة ديالو تبات، يقول له حكات نشف بحال عوام اللي موالفين ولا عادتنا هذيك، ولكن حيت هاد العام كاين واحد الجو اللي شوية سيرتو في هاد ثلاث أيام ومازال غادي يزيد، إلا بقى بحال هكا نهار العيد يعني تنفضل الإنسان يزرب عليه في النهار. راه بحال اللي كيديروا جميع العائلات، يعني ملي كتفرق طراف راه كلها على حساب اللي باغي يدير المروزية اللي باغي يدير هادي تيفرق، تيقاد كل حاجة بوحدها والوريقة وتيقاد. وتقطع هاد اللحم راه ساهل، قلت لك اسهل طريقه باش بنادم ما يكرفص لا لحم ما يكرفص لا عظم لا والو. راه كما تنعرفوا كنشهدوا في الايام ديال العيد راه تيبانوا واحد اللامات من عشرات صغار كاينين كيتباعوا، يعني هذوك الانسان يقدر يستخدمهم احسن وغادي يحافظ حتى على اللحم ما يتفرش له ما والو لا عظم، ما يبقالوش داك تحت حيط اللي كيخاف منه كل شيء باش يجي عند الجزار ويضربوا له في المنشار ديال الضو. يعني هذا هو اما المقداه انه ماشي حرفي غادي يضغضغوا كما تنقول. تيجيو ناس عند النار كاين اللي تيوصي من قبل العيد تيشد النوبه من دابا وقتاش غادي نجي وقتاش هادي تنديرو معاهم كنبداو حنا كنظن حتى تنكونوا تنخرجوا نذبحوا العائلات ديالنا والناس اللي قراب لينا في ديك الصبحيه تنمشيو حتى حنا نعيشوا الطقوس ديالنا ديال العيد، يعني ديك 12 الوحده كاع الماكسيموم تنكونوا بادين هنايا. تيبداو يجيو الكليان كاين اللي كنلقاوه سابقنا معلق هنا حواله تنجيو تنبداو صافي تتشرع القضيه. هاد الوقت راه الا جيتي تحسب الوقت بالنسبه لكل الخروف راه ما كديرش ما كاملش 10 دقائق ولا هذا تيكون واجد المولات يديه، يعني هي اللي كتعطل واحد شويه هي النوبه، اما حدو تيوصل ما بين يدينا هذاك الخروف ماشي يبدا يشوف البرق. هو اختصار باش تقطع الخروف دابا الحال الصاد خص بنادم يجرب عليه قبل من العصر ولا من يصلي، هو يديرو في شي بلاصه بارده، هو منين شنو خصو يبدا؟ تيحط الحولي فوق الطابله يجي يحيد العنقره يحيد الكتوفه ويتم غادي طرف بطرف ويتم غادي، وداك الشيء ساهل يكون عنده اخص حاجه هو المضى هو اللي تيبين بنادم معلم، ويمشيها بشويه بشويه يدخل اليوتيوب يقلب على اليوتيوب شي حاجه راه الحواله تيبينوا من تبدا العنقره الكتياب القطنه الرجالي ويبقى غادي بشويه بشويه. واللي نتو اللي نوصي الناس في هذا العيد الاضحى جا في الحراره يحيدوا الحولي، ولكن اول حاجه هو الترت الخروج للحولي هذاك بورورو يحيدوا راه هو اللي تيخنز الحولي والمراره، يجيو هنا ويقادوه ويفرعوه ويديروه في حاجه بارده وغادي يكون الخير ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد.